بها ها هم طغاة الأرض يتدخلون في عمق ضميرها. أين حقوق تلك الناس البسيطة؟ أناس لا نراهم على الخريطة، نساؤهم تسبى، رجالهم تعدم، بيوتهم تهدم، أطفالهم تردم، ثرواتهم تنهب، تسرق حضارتهم ومن التاريخ تشطب. كيف يعقل؟ كيف يقبل؟ كيف طغاة الأرض عن هذا لا تسأل؟ فيا طبول الحرب دقي ودقي ودقي ودقي، وحاولي سلبي ما تبقى من حقي. ويا طغاة الأرض هلموا 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 وللشر ضموا. ولكن مهما فعلتم، مهما قتلتم، مهما سلبتم، مهما نهبتم، مهما حاصرتم شعوبا، مهما أحرقتم دروبا، مهما حاصرتم حدود، لن تسلبوا أصحاب أرض حق الوجود. شكرا.